وبمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.